السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو سنبدأ بمعالجة الوحدة الأولى المتعلقة باستهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة. هذه الوحدة هي وحدة مشتركة بين مسلكي العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض. وقبل ما نبدأ بمعالجة هذه الوحدة، سنتطرق إلى تذكير بسيط فيما يخص المادة العضوية. إذا في السنة الماضية كنت شفت بأن النباتات اليخضورية تمتص الماء والأملاح المعدنية، وفي وجود الضوء طاقة ضوئية وثنائي أكسيد الكربون، ماذا تنتج؟ تنتج المادة العضوية. إذن انطلاقا من المواد المعدنية، ثنائي أكسيد الكربون والماء، تنتج المادة العضوية. إذا كنا شفنا هذه الظاهرة اللي سميناها ظاهرة التركيب الضوئي، يعني تمتص ثنائي أكسيد الكربون وتطرح ثنائي الأكسجين وتركب المادة العضوية، سميناها بالتركيب الضوئي، يعني هذه الظاهرة التي تتم داخل البلاستيدة الخضراء. المواد العضوية اللي كنعرفو هما السكريات، الدهنيات والبروتينات. حنا غادي نركزو على واحد المادة اللي هي أساسية واللي غادي تبقى تكرر بزاف في هذا الدرس، وهو سكر الجليكوز اللي التركيب الكيميائي ديالو هو 6H12O6. إذن هذه البنية خصنا نحفظوها كما هي، ضروري خصنا نعقلو على هذا التركيب الكيميائي ديال سكر الجليكوز. إذن هذا هو سكر الجليكوز. شنو أهمية ديال المادة العضوية؟ إذا النباتات كنا سميناهم ينتمون إلى طبقات المنتجون، ينتجون المادة العضوية. هذه المادة العضوية ستتغذى عليها كائنات أخرى غير ذاتية التغذية، مثل الحيوانات، المتعضيات المجهرية، الإنسان. إذن هذه الكائنات هي كائنات غير ذاتية التغذية، وبالتالي ستتغذى على المادة العضوية التي تنتجها النباتات اليخضورية. شنو يعني الامتياز اللي كاين في هذه المادة العضوية؟ هي أنها تحتوي على طاقة كامنة، يعني هذه المادة العضوية تخزن طاقة داخلها. هذه الطاقة كما شفنا السنة الماضية هي عبارة عن ATP. إذن هذه الجزيئة هي جزيئة طاقية تحرر انطلاقا من المادة العضوية. شنو هي هذه الجزيئات ATP؟ تسمى بأدينوزين تريفوسفات، أي إذن أدينوزين ثلاثي الفوسفات. التي تعني تري يعني ثلاثي، و بي الفوسفات، و أ هي أدينوزين. التركيب الكيميائي ديالها، يعني لماذا تسمى أدينوزين ثلاثي الفوسفات؟ أي أنها تحتوي على أدينين، لدينا أدينين و ريبوز، سكر الريبوز، و ثلاث فوسفات بي بي بي. إذن هذا هو ثلاثي الفوسفات، وهذا هو أدينوزين. قلنا هذا هو عبارة عن سكر الريبوز. إذن هذه الجزيئة كما قلنا هي جزيئة طاقية وضرورية للكائنات الحية. لماذا تحتاج هذه الكائنات؟ مثلا الحيوانات المتعضية المجهرية، الإنسان، يعني تحتاج هذه الطاقة من أجل ماذا؟ من أجل النمو، تجديد البنيات، وكذلك القيام بمختلف أنشطة الجسم. مثلا الحركة تحتاج إلى طاقة، إلى ATP. إذن الآن شنو هي الأسئلة اللي يمكننا نطرحه باش ندخلوا في معالجة دروس ديال هذه الوحدة اللي هما درسين؟
أول سؤال يمكن لي نطرحه هو كيف تحرر الخلية، يعني خلية هذه الكائنات، الطاقة الكامنة في المادة العضوية؟ يعني ما هي الآلية التي تستعملها الخلية من أجل تحرير هذه الطاقة المخزنة في المادة العضوية؟ إذن هذه غادي نطرقوا لها في الفصل الأول. والسؤال الثاني هو كيف تستفيد، أن هذه الخلية كيف تستفيد من هذه الطاقة؟ يعني بعد تحرير هذه الطاقة كيف تستفيد الخلية من هذه الطاقة؟ إذن هذا ما سنتطرق إليه في الفصل الثاني. إذن الفصل الأول سنرى كيف تحرر الخلية الطاقة الكامنة على مستوى المادة العضوية، وفي الفصل الثاني سنتعرف على كيف تستعمل الخلية هذه الطاقة. إذن الآن سنبدأ بمعالجة الفصل الأول المتعلق بتحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية على مستوى الخلية. قلنا كيف تحرر الخلية الطاقة الكامنة المخزنة في المادة العضوية. إذن أول حاجة اللي غادي نتعرفوا عليها هي الكشف عن تفاعلات تحرير الطاقة الكامنة. يعني كما غادي نشوفوا عندنا نوعين ديال التفاعلات، عندنا التفاعل ديال التنفس والتخمر. إذن غادي نكشفوا على هاد جوج ديال الظواهر، وأول حاجة غادي نكشفوا ليها هي ظاهرة التنفس. إذن كيف نكشف عن ظاهرة التنفس؟ فقط باستعمال تجربة بسيطة، نأخذ ما يسمى بالمفاعل الإحيائي. لماذا نستعمل هذا المفاعل الإحيائي؟ باش ما يكونش عندنا يعني تبادل بين الوسط الداخلي والوسط الخارجي، يعني الوسط الداخلي يبقى معزول، وبالتالي يمكن لنا نتحكم في تركيز الأكسجين، تركيز pH إلى آخره، يعني نتحكم في الوسط، درجة الحرارة إلى آخره. هذا المفاعل الإحيائي يجب أن يتوفر على درجة حرارة ملائمة، وبالتالي سنضعه في حوض ماء ساخن. إذن سنضع هنا ماء ساخن، حوض ماء ساخن. علاش حوض ماء ساخن؟ لكي نحافظ على درجة حرارة الوسط، وكذلك لتسريع التفاعل، لتسريع التفاعلات الكيميائية. كما نعرف بأن الحرارة تحفز التفاعلات الكيميائية. شنو غادي نوضعو في هذا المفاعل الإحيائي؟ أول حاجة غادي نضيفها في هذا المفاعل هو أكسجين مذاب، ثنائي الأكسجين مذاب. علاش أكسجين مذاب؟ حيتاش هذا التفاعل سيتم في وسط سائل، يعني سيكون لدينا وسط سائل داخل هذا المفاعل الإحيائي. ماذا سنضيف أيضا؟ سنضيف محلول لخميرة الخبز، للخميرة. شنو هي الخميرة؟ الخميرة هي الخميرة اللي كنستعملوها في الخبز، وهي عبارة عن كائنات حية، هي عبارة عن كائن حي. علاش كنستعملوا هذه الخميرة؟ لأنها أولا وحيدة الخلية، الدراسة ديالها ستكون سهلة، وتحتوي على نواة حقيقية، وبالتالي نفس الظواهر التي ستحدث عند هذه الخميرة نفسها يمكن أن تحدث عند الإنسان، لكي نعمم الاستنتاجات على الإنسان كذلك. إذا لدينا هي كائنات وحيدة الخلية، كذلك تتكاثر بسرعة، يعني النتائج سنحصل عليها بسرعة، لهذا نستعمل الخميرة. إذا هذا المفاعل الإحيائي يكون عنده واحد الميجس يربطه بحاسوب، يعني وقبل الحاسوب يكون لدينا دائما محول الذي يحول القيم إلى أعداد
يمكن أن نلاحظها على شاشة الحاسوب. إذن الحاسوب، وعلى شاشة الحاسوب نلاحظ النتائج التي يمكن أن تكون على شكل أعداد أو على شكل مليار. إذن هذا في الزمن تي زيرو. إذن هذا الشيء هذا كامل غادي نعمله في الزمن تي زيرو. بعد ذلك بعد مدة مثلا بعد ساعتين في الزمن سنسميه تي أ، سنضيف محلول الجلوكوز، محلول الجلوكوز. لست عن الجلوكوز، لأن الجلوكوز هو مادة عضوية، لكن نلاحظ ماذا سيحدث في الوسط، وبعد ذلك نسجل النتائج. على شاشة الحاسوب سنحصل على مبيان على هذا الشكل، يعني لدينا تغير تركيز الأكسجين، لدينا المجس، يعني يقيس، يعني هذا المجس مجس لقياس تركيز الأكسجين، وبالتالي سنحصل على مبيان لتغير تركيز الأكسجين حسب الزمن. إذا المبيان الذي سنحصل عليه سيكون مقسم إلى جزئين في الزمن تي زيرو، يعني قبل إضافة الجلوكوز، والزمن تي واحد يعني بعد إضافة الجلوكوز. المنحنى المحصل عليه سيكون على هذا الشكل، يعني لدينا قبل إضافة الجلوكوز ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن تركيز ثنائي الأكسجين يبقى تقريبا ثابت، وبعد إضافة الجلوكوز ماذا نلاحظ؟ نلاحظ انخفاض في تركيز الأكسجين. إذن هذه النتائج المحصلة عليها. إذن مباشرة، يعني بما أن هناك انخفاض لتركيز الأكسجين، ماذا يعني؟ يعني أن هناك ظاهرة التنفس، يعني حدثت ظاهرة التنفس، يعني بكل بساطة لأن التنفس هو استهلاك للأكسجين وطرح ثنائي أكسيد الكربون. إذا لدينا، إذا قمنا بكشف عن ظاهرة التنفس، من قام بعملية التنفس هي الخميرة، لأن لدينا هناك كائن حي وحيد وهي الخميرة. إذا ماذا سنقول؟ سنقول على أن الخميرة قامت بهدم، يعني قامت بهدم الجلوكوز في وجود الأكسجين، يعني في وجود الأكسجين، والوسط الذي يحتوي على الأكسجين يسمى بوسط حي هوائي. أقول مزيان على هذا، وسط حي هوائي، يعني في وجود الأكسجين كنتكلموا على وسط حي هوائي. وفي عملية التنفس شنو هي النواتج النهائية للتنفس؟ يعني سيتم طرح ثنائي أكسيد الكربون والماء. وما هو الغرض من هذا التنفس؟ شنو هو الغرض ديال هذه العملية؟ هو إنتاج الطاقة، يعني هناك إنتاج طاقة مهمة. إذا شنو نقول هنا على عملية التنفس؟ إذا نلاحظ هنا فقط مواد معدنية بدون طاقة، وبالتالي سنقول على أن التنفس هو هدم كلي. سنزيد هنا بأن هناك هدم كلي للجلوكوز، يعني هناك الخميرة قامت بأخذ كل الطاقة الموجودة في الجلوكوز وطرحت فقط مواد بدون طاقة اللي هي ثنائي أكسيد الكربون والماء، وهناك إنتاج لطاقة مهمة جدا. إذا بغينا نعطو كتعريف للتنفس ماذا سنقول؟ هي مجموعة، إذا كتعريف للتنفس انطلاقا من هذه المعطيات، هي مجموعة من التفاعلات الاستقلابية في الحالة الجلوكوز يسمى المستقلب الطاقي، يعني المادة العضوية التي تعرضت للهدم
وبالتالي تسمى بالمستقلب الطاقي. هذه التفاعلات تسمى بالتفاعلات الاستقلابية. ماذا تعمل هذه التفاعلات؟ التي تؤدي إلى الهدم الكلي للجلوكوز، أي في أي وسط؟ في وسط حي هوائي، أي يحتوي على الأكسجين. ما هي نواتج هذه التفاعلات؟ ونواتج هذه التفاعلات هي عبارة، ونواتج هذه التفاعلات هي CO2 H2O مع إنتاج طاقة مهمة. لدينا هناك إنتاج طاقة مهمة. إذن هذا هو تعريف التنفس فقط انطلاقا من هذه المعطيات. الآن سنقوم بالكشف عن ظاهرة التخمر. إذن النمط الثاني من التفاعلات التي تسمى بالتخمر، كيف سنكشف عن هذه الظاهرة؟ نفس الشيء، سنقوم بتجربة، يعني انطلاقا من معطيات تجريبية. إذا أخذنا أنبوب اختبار ونقوم أيضا بوضعه في حوض به ماء ساخن، نفس الأسباب لكي نسرع التفاعل وأيضا كي نحافظ على درجة حرارة الوسط. هذا الأنبوب، ماذا سنضع في هذا الأنبوب؟ سنضع حليب طري، يعني سنقوم بوضع الحليب، وضروري خص يكون عندنا هذا الحليب يعني الكمية ديالو تصل إلى الأعلى، يعني إلى أعلى الأنبوب. علاش إلى أعلى الأنبوب؟ لكي لا يكون هناك أكسجين. هذا الوسط الذي لا يحتوي على الأكسجين يسمى بوسط حي لا هوائي، وسط حي لا هوائي يعني بدون أكسجين. إذا لدينا الحليب ولدينا غياب الأكسجين، وسيكون لدينا بالطبع الكائنات التي ستقوم بهذه العملية، اللي هي سنأخذ مثال الخميرة، محلول الخميرة. في هذا الوسط ماذا سنراقب الآن؟ لن نراقب الأكسجين لأنه أصلا لا يوجد الأكسجين، سنراقب حمضية الوسط. إذا سيكون لدينا مجس لقياس pH، لقياس pH الوسط، يعني لدينا مجس، هذا المجس خاص بقياس pH حمضية الوسط. هذا المجس أيضا نفس العملية، سيكون مربوط بمحول الذي سيحول هذه الأعداد إلى حاسوب، يعني هذه القيم إلى أعداد يتمكن الحاسوب من قراءتها، وستظهر النتائج على شاشة الحاسوب. إذن بالنسبة للنتائج، إذن بما أن هذا المجس هو خاص بقياس pH لحمضية الوسط، سنحصل على منحنى على هذا الشكل. هنا لدينا قيم pH وهنا حسب الزمن. سنأخذ مثال 6، pH 5.8، pH 5.6، 5.4، 5.2 إلى آخره. بالنسبة للنتائج، نلاحظ على أن هناك هذا المنحنى على هذا الشكل. لماذا يعني؟ أن هناك انخفاض في قيمة pH. وكما كنت كتعرفوا سابقا بأن إذا كان عندنا pH منخفض، يكون كيف يكون الوسط؟ يكون الوسط حمضي. وإذا كان قيمة pH مرتفعة، يعني يكون الوسط قاعدي. انطلاقا من هذه التجارب، إذا لدينا هنا انخفاض في قيم pH، إذا كيف أصبح الوسط؟ يعني وسط حمضي. إذن الوسط أصبح وسط حمضي. يعني ماذا حدث في هذا الوسط؟ عندنا جوج ديال المقترحات، إما هناك ارتفاع في تركيز البروتونات، أو هناك إنتاج لمركب حمضي
إذا كيف نتأكد من جدية هذه الفرضيات؟ غادي نمشيو للوسط ونشوفوا هل هناك ارتفاع، فعلا هناك ارتفاع في H بلس. إذا نجد بأن الوسط هذه الفرضية خاطئة، وبالتالي نقول بأن هناك إنتاج لمركب حمض. في هذه الحالة هذا المركب الحمضي هو عبارة عن حمض لبني، إذا لدينا إنتاج حمض لبني. واحد الحاجة نسينا ما قلناهاش، هو بأن هي فين هي المادة العضوية؟ حنا كندرسوا المادة العضوية، أين توجد المادة العضوية؟ المادة العضوية توجد في الحليب وهي عبارة عن لاكتوز. شنو هو اللاكتوز؟ بكل بساطة كنا شفناها السنة الماضية، هو جليكوز وجالاكتوز. اللي كيهمنا حنايا هو الجليكوز، إذا الجليكوز غيكون هو المادة العضوية اللي سيتم هدمها في هذا الوسط. إذا لدينا إنتاج حمض لبني انطلاقا من اللاكتوز أي من الجليكوز، وبالتالي نتحدث عن تخمر لبني، لأن هناك إنتاج للحمض اللبني. إذا بغينا الآن نعطوا تعريف للتخمر انطلاقا من هذه المعطيات، ماذا نقول؟ نفس الشيء، هي مجموعة من التفاعلات الاستقلابية. هل هناك هدم كلي للجليكوز؟ واش كاين هنايا في هذه الحالة؟ هل هناك هدم كلي؟ يعني بحال الحالة الأولى ديال التنفس عن CO2H2O. إذا لدينا إنتاج حمض لبني وهو مركب عضوي، يعني عبارة عن حثالة عضوية، أي أنها لا زالت تحتوي على طاقة كاملة، وبالتالي سنقول على أن هناك هدم جزئي للجليكوز. هناك هدم جزئي للجليكوز اللي النواتج ديالو هو الحمض اللبني. إذا نعود هذا التعريف، قلنا هي مجموعة من التفاعلات الاستقلابية التي تؤدي إلى الهدم الجزئي للجليكوز. شمن نوع ديال الوسط؟ في وسط حي لا هوائي، أي في غياب الأكسجين. ونواتج هذه التفاعلات شنو هي؟ هي حثالة عضوية تحتوي على طاقة، وبالنسبة للطاقة التي تنتجها هذه التفاعلات هي طاقة ضعيفة مقارنة مع التنفس، يعني إنتاج طاقة ضعيفة. الطاقة الضعيفة نعرفها من بعد بالتفاصيل شحال هي بالضبط. إذا بالنسبة للتخمر عندنا جوج ديال الأنواع، إذا عندنا جوج ديال الأنواع ديال تفاعلات التخمر. التفاعل الأول هو النوع اللي شفنا الآن، اللي هو تخمر لبني. التخمر اللبني لدينا إنتاج الحمض اللبني، والتخمر الثاني، النوع الثاني يسمى بالتخمر الكحولي. ماذا يحدث في هذا التخمر الكحولي؟ إنتاج الكحول. إذن هذه الأنواع ديال التخمر اللي غنشوفوها بالتفصيل في فقرات القادمة. إذن هذا فيما يخص هذه الفقرة. إذن كخلاصة، لدينا نوعين من التفاعلات التي تؤدي إلى تحرير الطاقة، تفاعلات التنفس والتي تتم في وسط حي هوائي أي في وجود الأكسجين، وهذه العملية تؤدي إلى الهدم الكلي للجليكوز، يعني في الأخير نحصل فقط على مواد معدنية بدون طاقة اللي هما ثنائي أكسيد الكربون والماء، وهذه العملية تنتج طاقة مهمة جدا. أما فيما يخص النوع الثاني من التفاعلات، هي تفاعلات التخمر والتي تؤدي إلى الهدم الجزئي للجليكوز في وسط حي لا هوائي، يعني في غياب الأكسجين، وتنتج في الأخير حثالة عضوية، إما حمض لبني أو الكحول الإيثانول، وتنتج طاقة ضعيفة مقارنة بالتنفس. إذن هذا باختصار فيما يخص هذه الفقرة. إذن الآن لابد، يعني خصكم ضروري تعقلوا على هذه الأمور هذه، يعني شنو هو الفرق بين التنفس
والتخمر أين يتم التنفس في وسط هوائي، أين يتم التخمر في وسط لا هوائي، شنو كنقصدو بوسط لا هوائي. يعني نعقلوا على التركيب الكيميائي ديال الجلوكوز اللي هو ضروري خصنا نعرفوه، يعني باش في الفقرات القادمة الأمور تكون سهلة جدا. إذا الآن ننتهي مع هذه الفقرة ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. وإذا كنتم مهتمين بهذه الدروس لا تنسوا أن تشتركوا بالقناة لكي تصلكم الدروس في وقتها. إلى اللقاء.